بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم وعلومكم في الدارين آمين. ونحن في الجزء الأخير من باب المسح على الخفين. يقول في الهامش: والواجب في مسح الخف ما يطلق عليه اسم المسح إذا كان على ظاهر الخف، ولا يجزئ المسح على باطنه، ولا على عقب الخف، ولا على حرفه، ولا أسفله. والسنة في مسحه أن يكون خطوطا، بأن يفرق الماسح بين أصابعه ولا يضمها. ويبطل المسح على الخفين بثلاثة أشياء: بخلعهما أو خلع أحدهما، أو انخلاعه، أو خروج الخف عن صلاحية المسح كتخرقه وانقضاء المدة، وفي بعض النسخ مدة المسح من يوم وليلة لمقيم، وثلاثة أيام بلياليها لمسافر، وبعروض ما يوجب الغسل كجنابة أو حيض أو نفاس للابس الخف. نقرأ حاشية الشيخ البيجوري على ما قرأناه. اللي هي كيفية المسح، اللي احنا بنسميها كيفية المسح. احنا عرفنا ان المسح على الخف انه مشروع، وانه رخصة، وانه بدل عن غسل القدم في الوضوء دون الغسل بالشروط التي ذكرناها في الماسح وفي الممسوح عليه. ثم بعد ذلك وفي المدة نتكلم على الواجب كيف يمسح. والواجب في مسح الخف ما يطلق عليه اسم المسح، فلو وضع يده المبتلى عليه ولم يمرها، أو قطر عليه أجزأ، يعني لو حط إيده من غير ما يحركها كف، لو حط إيده كده أهو يكف، لو رش عليها كده يكف، يعني مش شرط إنه إيه يمرها. فلو وضع يده المبتلى عليه ولم يمرها أو قطر عليه أجزأ. وقوله إذا كان على ظاهر الخف، بس بشرط يبقى الكلام ده كله على ظهر الخف، على ظهر الخف اللي هو الجزء الأعلى من القدم، وليس الجزء الملامس للأرض. الجزء الملامس للأرض يسموه باطن الخف، اللي هو باطن القدم. فالمسح الواجب أن يكون على ظهر، أن يكون على ظهر الخف. إذا كان على ظاهر الخف أي ظاهر أعلى الخف، فهو على حذف مضاف، كأنه هو حذف مضاف اللي هو إيه أعلى، قال لك على ظاهر الخف، كان هقول ظاهر أعلى الخف، لكن يعني حذف المضاف للعلم دي يعني. كما صرح به غيره وقوفا على محل الرخصة، فإنه ورد الاقتصار على ظاهر أعلاه. ولا يجزئ المسح على باطنه، فلو اكتفى ومسح على باطنه لا يجزئ، لأن محل الفرد هو ظاهر الخف، فلو مسح على باطنه فقط لا يجزئ. ولا على عقب الخف، اللي هو الجزء اللي هو يقابل إيه مفصل الكاحل تحت، اللي هو العرقوب. ولا على عقب الخف، ولا على حرفه والحروف، ولا على أسفله، أي لأنه لم يرد الاقتصار على شيء منها كما ورد الاقتصار على الأعلى، لأن العبرة الورود وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة في مسحه، هنا بقى الكيفية المثلى، يبقى أدنى الإجزاء ما يقع عليه المسح على ظاهر الخف، ده أدنى الإجزاء. يريد أن يبين لك أكمل الإجزاء، أكمل الكيفيات. أكمل كيفية أن يكون في مسحه أن يكون خطوطا. والأولى في كيفيته أن يضع يده اليسرى تحت العقب، واليمنى على ظهر الأصابع، ثم يمر اليسرى إلى أطراف الأصابع، واليمنى إلى آخر ساقه، كما قاله شيخ الإسلام اللي هو زكريا الأنصاري.
اما يقول شيخ الاسلام في كتب الشافعيه يبقى زكريا الانصاري، وما يقول شيخ الاسلام في كتب الوهابيه يبقى ابن تيميه. فبتختلف على حسب انت بتقرا لمين. لكن شيوخ الاسلام كثيرين، في ناس فاهمين ان مفيش شيخ الاسلام الا ابن تيميه، لا، شيوخ الاسلام كثيرين، في كل عصر في شيخ اسلام. يعني شيخ الاسلام في هذا الزمان في العصر بتاعنا الدكتور علي جمعة، ممكن يطلق عليه شيخ الاسلام الان مثلا. وفي ناس غير مشهوره برضو وصلت الى العلم ممكن يطلق عليه شيخ الاسلام، بس غالبا بيطلق شيخ الاسلام على من وصل الى درجه العلم مع الشهره، يعني جمع الشهره مع درجه العلم. لكن ممكن يكون معاصر للسيد زكريا الانصاري علماء كبار وصلوا لنفس درجته في العلم لكن لم يصلوا لشهرته، فلم يطلق عليهم شيخ الاسلام كما قالوا شيخ الاسلام. والمراد الى اخر الساق مما يلي القدم، يعني بيقول لك هنا الكيفيه. ممكن نبعد الترابيزه دي. الايد الشمال ايه؟ تحطها تحت هنا تحت الايه؟ كعب القدم. واليمين عند اصابع، عند الاصابع، عند الاصابع دي كويس. فدي تروح عامله كده ودي شايف اهي، يبقى بتنتهي هنا عند اخر الساق، لان ده اخر الساق، لان ده اول الساق. لحسن في ناس فهموا ان اخر الساق اللي هي دي، في ناس فهمت كده فعلا، فيقول لك ان يسن التحجيل. لا، اخر الساق اللي هو عند التقاء الساق بالقدم، ده اسمه اخر الساق، لان العبره بالانسان هو واقف. طالما انت واقف يبقى ايه الاول في الساق؟ اللي هو ما يلي الركبه، واخر الساق اللي هو اللي بعديه القدم. يبقى يكفي كده اهو، يبقى ايد هنا اليمين اهي والشمال اهي، الشمال ورا ماسكه في العقب واليمين قدام مفروده الاصابع، ويبقى خطوط كده تروح جايبها كده تنتهي كده ودي كده سهله. دي الكيفيه اللي بيوصفها الشيخ. نقراها تاني وتخيل وصف الشيخ. والأولى في كيفيته أن يضع يده اليسرى تحت العقب واليمنى على ظهر الأصابع، ثم يمر اليسرى اللي هي من تحت بقى إلى أطراف الأصابع، واليمنى من ناحية الأصابع للساق، واليمنى إلى آخر ساقه كما قاله شيخ الإسلام. والمراد إلى آخر الساق مما يلي القدم، لا مما يلي الركبة، لأن أول الساق مما يلي الركبة وآخره مما يلي الرجل. فإن وضع كل شيء، فإن وضع كل شيء على الانتصاب، يعني وضع كل حاجة على انتصاب الإنسان، فلا يسن في الخف التحجيل، خلافا لمن قال بسنه فيه. التحجيل اللي هو الإنسان في الغسل يزود على موضع الفرد، فإذا كان مثلا في الذراع إلى المرفق يقوم يوصل إلى نصف إيه؟ العضد. وإذا كان الغسل في القدم للكعبين يقوم يصل إلى نصف الساق، ده يسموه التحجيل. في المسح الخف لا يسن التحجيل، يعني لا يسن إنك تزيد على موضع المسح، لا يسن. ولا يسن التكرار، إنك أنت تمسح أكتر من مرة، لأن ده هيفسد الخف. فلا يسن في الخف التحجيل، خلافا لمن قال بسنه فيه، لفهمه أن المراد إلى آخر الساق مما يلي الركبة. يبقى اللي قالوا يسن التحجيل فهم مما يلي الساق اللي هو إيه؟ آخر الساق اللي هو مما يلي الركبة، لأنه اعتمد على نفسه في فهم النص، ما قعدش عند الشيخ وشاف الشيخ وهو بيمثل له كده. وعشان كده أخطر حاجة إنك أنت تحاول تتعلم لوحدك، بالذات الدين، الدين قائم على التلقي. تحضر على الشيخ وتشوف عشان تسأله وعشان يمثل لك الحركة إزاي، وعلشان يعرفك، لانه هنا تحصل بقى ايه سلسله الاتصال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه شرح للناس والصحابه استوعبوا، ثم شرحوا لمن بعدهم فمن بعدهم، فيبقى في اسناد، اسناد حتى في كيفيه الشرح، في كيفيه الفهم، في توقيف العقل في فهم النصوص، كل هذه الاشياء هامه. ويكره استيعابه، ويكره ان يستوعبه كله، يعني كفايه خطوط كده، لان لما هيستوعبه ويبقى يعني بيحسوا كده زياده عن اللزوم هيبوظ الخف، هيخلي الميه تكتر عليه مع تكرار المسح فيبوظ. ويكره ايضا ويكره استيعابه، وجعله الشيخ الخطيب
خلاف الأولى. الخطيب الشربيني، الخطيب الشربيني له شرح على المتن الغاية وتقريب الإقناع، وله أيضا شرح على المنهاج اسمه مغني المحتاج في 4 مجلدات، كتاب بديع في فقه الشافعية للخطيب الشربيني، شرح منهاج الإمام النووي. وجعله الشيخ الخطيب خلاف الأولى، قال: وعليه يحمل قول الروضة، الإمام النووي في الروضة، لا يندب استيعابه ويكره أيضا تكراره، ما يكررش يعني، وغسله، ويكره أيضا الغسل، أقول ما هو الغسل أشد من المسح، يبقى اغسله يكره لأنه برضه هيؤدي إلى فساده، وتسليسه برضه، إيه إنك تسلس المسح لأنه يعيبه. ويؤخذ من العلة أنه لو كان من حديد، علة كراهية التكرار والتسليس هي إفساده، فإن كان معمول من خامة لا تفسد من التكرار والتسليس يبقى يسن التسليس. ويؤخذ من العلة أنه لو كان من حديد أو خشب لا يكره لأنه لا يعيب حينئذ لانتفاء العلة. هو بيقول لك هنا خامة، بيدي لك مثال لخامة في عصره يرى أن المسح المتكرر عليها لا يضرها. أنت بقى راجل عندك ذكاء تعرف أن هو هنا ما يقصدش الحديد لكونه حديد، يقصد الخامة. افرض طلع بعد كده خامة بلاستيك ما تتعر... ما... ما... ما لا تنضر، لا يحصل ليها ضرر بالتكرار والغسل، يبقى خلاص. طلعت خامة تانية من المطاط ما تنضرش، تسميها ما تسميها ما تفرقش معانا، لكن هو العبرة انك انت تعرف العلة عشان تبقى فقيه، تعرف امتى يكره التكرار وامتى يسن التسليس في هذه الحالة. يبقى لو لقيت الخف مصنوع من مادة لا تفسد بالتكرار والتسليس يبقى يستحب، لان الاصل في الوضوء تسليس الاعضاء. لكن لو مصنوع من المادة المعتادة اللي هي الجلد المعتاد ده اللي الناس عارفينه، ده يفسد من كثرة احتكاكه مع شيء مبلول، هيسارع اليه الفساد، يبقى مكروه. بس فهو بيديك المثال بس، لو كان من حديد او خشب لا يكره لانه لا يعيب حينئذ. بان يفرج الماسح، يبقى بيوصف لك صوابعه تبقى ازاي مفرجه علشان ما يستوعبش المسح، لان لو ضم ايده يبقى المسح هيستوعبه كله، واحنا قلنا يكره استيعابه، فيبقى هيفرج، هتيجي خطوط ويبقى بين الخطوط ما تمسحش، يبقى ما استوعبوش. تصوير لكونه خطوطا، وقول ولا يضمها بالنصب عطف على يفرج من قبيل عطف التفسير، ويبطل المسح. يبقى عرفنا كيفية المسح سهل، نخش بقى في مبطلات المسح، متى يبطل المسح على الخف؟ تصوير أي حكمه، متى يبطل المسح أي يبطل حكم المسح، فهو على تقدير مضاف اللي هو حكم يعني. ويلزمه إن كان بطهر المسح غسل رجليه بنية جديدة على المعتمد. لا، ويلزمه بعد بطلان المسح، بعد ما يبطل المسح يلزمه إيه؟ يلزمه إن كان بطهر المسح غسل رجليه، يبقى يلزمه غسل رجليه لما يبطل المسح وهو على طهر المسح. مش مطلوب بقى انه يتوضى وضوء كامل، يكفي انه يغسل رجليه بس. ويلزمه ان كان بطهر المسح وبطل المسح بعد كده غسل رجليه بنية جديدة غسله، ويلزمه غسله مش كده، رجليه بنية جديدة يعني بنية رفع الحدث على المعتمد، لان عزبت النية بسبب انك انت كنت وانت بتتوضى الوضوء اللي فات بالغسل ده، فالنية مر عليها مدة طويلة فتستحضر النية وانت بتغسل رجلك، يعني مش مهم تتوضى وضوء كامل. طبعا مستحب تتوضى وضوء كامل، لكن يكفي غسل القدم، وده هيفيدك لما يبقى المية قليلة، لو في مكان الماء قليل ما تقدرش تتوضى وضوء كامل، ولو توضيت وضوء كامل على ما توصل للرجل تلاقي المية خلصت، يبقى هنا يكفي غسل الرجل، او ضاق الوقت بحيث لو توضيت الوضوء الكامل هلاقي الوقت التاني دخل عليا
وضاع مني الوقت اداء، يكون فاضل 5 دقايق والعصر يدا وانا ما صليتش الظهر وبطل المسح، يبقى ساعتها لما اروح غسل رجلي وادخل في الظهر الحق اجيب ركعه قبل العصر. يبقى مفيد الفقه ده، مفيد في انك انت تعرف في الظروف المختلفه ازاي تعبد ربك على الوجه الاكمل. ويلزمه ان كان بطهر المسح غسل رجليه بنيه جديده على المعتمد، لانه طرأ عليهما حدث جديد، بمجرد بطلان المسح صار في حدث على القدم، خلاص يبقى لازم ينوي عشان يزيل الحدث. لم تشمله النية السابقة، حتى لو كان في صلاة، ولو كان في صلاة وبطل المسح بانقضاء المدة مثلا بطلت صلاته في الحال، ولو كان واقفا في ماء وقصد غسلهم، يعني هو بيصلي واقف رجليه مغطسانة في ميه وبعدين وهو بيصلي ان بطل المسح فنوى غسلها وهو جوه الصلاة، في لحظة بين نيته، اللحظة يعني التي قد لا تذكر، هذه اللحظة اللطيفة يسموها لحظة لطيفة، أحمد زويل يعتبرها فينتو سكند، وعمل لك فيها شغلانة وأبحاث ويقول لك الثانية قسمها الألف جزء وابتدى يصور ويعمل، فاتضح إن اللحظات اللطيفة اللي قال عليها الفقهاء دي في كمان ألطف منها، فسبحانه. فيبقى في اللحظة اللطيفة دي اللي هي انتقد وهو واقف رجليه غطسانة في مية أصلا، فنوى غسلها برفع الحدث وهو في الصلاة، فاللحظة اللطيفة دي بطلت صلاته فيه، واخد بالك؟ فيبقى ساعتها لازم يستأنف، يستأنف صلاة جديدة يعني، ولا يبني عليها. وفي يستأنف وفي يبني، يستأنف يعني يبتدي صلاة من أول وجديد، ويبني يعني يظل على ما عليه. هنا بطل المسح فانتقد وضوءه ببطلان المسح لوجود حدث على قدمه وهو متلبس بالصلاة، فنوى رفعه في الحال، واخد بالك؟ لأن رجليه غطسانة في مية أصلا، كويس؟ فقال لك إن برضه تبطل صلاة، لازم ينشئ صلاة جديدة لوجود اللحظة اللطيفة اللي حصل فيها بطلان الوضوء، ثم بعد ذلك إجماع النية في قلبه. لا، ما احنا قلنا يكفي غسل القدم، بس الصورة هنا ان حصل في الحكاية وهو متلبس بالصلاة، فحكم الصلاة ايه؟ فهمت ازاي؟ بقت صلة مركبة، لكن احنا قلنا يكفي غسل رجليه بس، لكن هل يغسل رجليه وهو متلبس بالصلاة لان رجليه غطسانة في مية؟ قال لك لا، لان في لحظة لطيفة مرت انتقد فيها الوضوء ثم استجمع النية لرفع الحدث عن القدم، اللحظة اللطيفة دي انتقد فيها المسح فبطلت الصلاة في اللحظة دي، فسدت، فهمت؟ لا، افرض هو واقف في حتة ضحلة فيها مية وكان لابس الغسل ومشي عليه الخف ومشي عليه، بيدي لك صورة يعني، هو عايز دي مش لازم، ما هو كان ماشي عليه، ما هو انتقل وهو داخل الصلاة، فالحكم هنا في الصلاة. لا، ما هو لما بيبقى مغطس رجليه وبالخف في الميه، فالميه بتروح داخله من رقبه الخف، بقت رجليه غطسانه في الميه، فهمت ازاي؟ متملي كده، العاده كده، اقف انت في ميه كده، بركه ميه وانت لابس الخف، هتلاقي رجليك اتبل، لان هيخش من رقبه الخف، لان طبيعه الميه الاستطراق، واخد بالك؟ هو بيدي لك الصورة دي الفقيه، لأحسن يجي واحد يقول لك ده أنا كنت واقف في حمام السباحة ومنوضبه وقلت أصلي وبعدين مش عارف إيه ورجلي غطسانة وانقضت المدة، أعمل إيه يا عم الشيخ؟ الصلاة صحيحة ولا لأ؟ هو عايز يخليك راجل فقيه، تعرف إزاي تجاوب في مثل هذا الموقف، وإزاي كمان تعرف حكمها فما تعملهاش مع نفسك. أدي المسألة. هل يجوز انك انت تصلي لحظة من صلاتك بوضوء ناقص غسل الرجلين؟ طب ما هو ده اللي حصل، ان مرت عليه لحظة لما انتقى بطل المسح
بقى وضوءه كله كامل ما عدا غسل رجليه. فهمت ازاي؟ فهل ينفع الصلاه في اللحظه دي بالطريقه دي؟ ما تنفعش. خدت بالك؟ بس. لما لقى رجليه جت في الميه. لما لقى رجليه في الميه فقال نويت رفع الحدث عنه. حلو، الميه خلاص ما بطلتش صلاته. يبقى ما بطلش المسح اثناء الصلاه. هنا ما بط... يبقى دي صوره غير الصوره. اسمعني، انت بتجيب لي صوره غير الصوره اللي بيجيبها الشيخ. الصوره اللي انت بتقولها ان هو لما راح واقف في الميه ولقى رجليه بقت مبلوله جوه الخوف فقال بالمره يلا نويت غسل الرجل، يبقى كده دخل بوضوء كامل وما بطلش المسح بقى جوه الصلاه، لانه هو لغى المسح، دخل صلاه برجل مغسوله. قبل ما يموت خلاص، يبقى برضه صوره غير الصوره، ما بطلش المسح. في قلبه، في قلبه من غير تلفظ. يجوز، ما فيهاش حاجه. ما انت بتنوي الجمع التقديم وانت جوه الصلاه. بس برضه الصورة دي غير الصورة اللي بيقولها الشيخ، لأن هنا نوى قبل ما يبطل، هو الشيخ عايز يقول لك إن بطل وهو جوه الصلاة. يعني معناه إنه ما نواش، يعني دي صورة غير الصورة. خليك دقيق، لأن المشايخ عايزين يعلموك إنك تفرق بين الأمور المتشابهة. واخد بالك؟ يبقى عندك قدرة إنك أنت الأمور اللي شايفها الإنسان العادي متشابهة أنت شايفها فيها فرق. عشان تبقى راجل فقيه. ده كل الناس في الصلاة قاعدة قلبهم شغال في 100 حاجة. يا راجل يا راجل، هات لي واحد كده، إلا إذا كان بقى والي كبير بقى. حتى الوالي مش معصوم برضه، ممكن يفكر ساعات. فالحكاية ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنها. أيوة أيوة أيوة، تحصل. أصله هيطلع من الصلاة خلاص. يطلع من الصلاة وبعدين يغسل رجله ويلحقهم في الركعة الثانية. لو أدركهم قبل الرفع من الركوع في الثانية يبقى أدرك الجمعة. لو أدركهم بعد الرفع من الركوع هينوي جمعة ويصلي ظهر. يبقى نوى ولم يصلي وصلى ولم ينوي. الحكاية معروفة يعني، واضحة. ويبطل المسح بثلاثة أشياء، يبقى المسح يبطل بثلاث أشياء سهلة: انقضاء المدة، أو مثلا تخرج الخف يعني ما بقاش صالح، مش كده برضو؟ او طروق جنابة عليه، حصلت له جنابة يبقى لازم يغتسل. سهل، حكاية ملمومة يعني، لكن هنقرا كلام الشيخ لكن تفتكرها انها حاجة تغرق. يبطل المسح انت بثلاث حاجات سهلة: يا اما انقضت المدة سهلة، يا اما ان الخف نفسه كان صالحا للمسح فصار غير صالح تخرق او انتزع اتخلع منه او بان محل الفرد لاي سبب، وهو قاعد كده قاعد كده راح ابنه الصغير بيهزر مره شد له الخف بان كعبه وراح مشده له تاني لبسه له تاني، خلاص ما ينفعش لان بان ايه؟ الكعب. فهمت ازاي؟ طالما بان يبقى بطل. او اصابته جنابه وجب عليه الغسل، لان المسح ما ينفعش على الخف من مع جنابه. او حاضت امراه او نفست، كل دي يبطل المسح بسببه. نشوف كلام الشيخ: ويبطل المسح بثلاثة أشياء، أي بأحد ثلاثة أشياء، مش شرط اجتماع الثلاثة يعني، واحد في الثلاثة يكفي. فالمبطل واحد منها وإن لم تجتمع الثلاثة بخلعهما، التثنية ليست بقيد، ولذلك قال أو خلع أحدهم. والفعل ليس بقيد، مش شرط بإيه إن هو اللي يخلع، ولذلك قال أو انخلاعه، ولو اتخلع لوحده. يعني وهو نايم كده بيتقلب فرجله حكت في السرير وكان الخف واسع راحت رجله طالعه بالخف انخلع منه، هو ما يقصدش، يبطل المسح. خدت بالك؟ يا اما خلعه او انخلاعه. والمدار على ظهور شيء مما ستر به من رجل، يبقى اي حاجه تبان من الواجب غسله من الرجل يبطل بها المسح. كويس؟ من رجل مما ستر به من رجل او لفافه او غيرها. يعني افرض ان هو لافف رجله الاول بلفافه، عاملها كانها بطانه للخف، وبعدين دخل رجله في الخف، فانخلع الخف بانت اللفافه، يبقى برضه بطل المسح، لان اللفافه دي غير صالحه للمسح عليها اصلا. مش كده؟
لانها بتنفذ الماء ولا تتحمل تتابع الخطأ و الكلام اللي احنا قايلينه في اشتراطه، او خروج الخف عن صلاحية المسح كتخرقه، اي لانه لابد من دوام صلاحيته للمسح في جميع المدة وانقضاء المدة. ايوة، لو احتمالا، احنا عندنا القاعدة اليقين لا يزول بالشك الا في الرخص، الشك يتؤثر. يبقى القاعدة دي معمول فيها في العزائم، ما يعمل بها في الرخص. عندنا من قواعد فقه الشافعية، فقه الشافعية قايم على 5 قواعد: الامور بمقاصدها، والضرر يزال، واليقين لا يزول بالشك، والعادة محكمة، مش كده برضو، والمشقة تجلب التيسير. 5 قواعد فقه الشافعي مبني عليها كلها. فتيجي في قاعدة اليقين لا يزول بالشك، مستثنى فيها الرخص، لأن الرخص ضرورة، والضرورة تقدر بقدره. فهمت ازاي؟ لأن الرخص أصلا يعني فيها نوع من مش عزيمة، فكأنها فيها نوع من الضعف، عبادة ضعيفة، وربنا قبلها على ضعفها. فيجي هي ضعيفة أصلا وربنا قبلها على ضعفها، يدخل فيها كمان شك يضعفها أكتر. فهمت ازاي؟ فهي ما بتنفعش. بخلاف اليقين قوي أصلا، العزيمة قوية. فالعزائم الأصل، لأن احنا قايلين إن الرخصة هي ما كان على خلاف الدليل بعذر، ما كان على خلاف الدليل بعذر، تعريف الرخصة كده. فبيقول هنا إيه؟ وانقضاء المدة، أي ولو احتمالا، يبقى الشك هنا يضر. فلا مسح لشاك في بقاء المدة، كأن نسي ابتداءها، لأن المسح رخصة فلا يصار إليها إلا بيقين. ولو زال شكه، طب افرض زال شكه، عمل بمقتضى ايه؟ اليقين بقى، خلاص طالما زال شكه. كما قاله الشبرة من لسه، وفي بعض النسخ مدة المسح بدل وانقضاء المدة، اي مدة المسح. واليها ترجع النسخة الاولى بجعل ال اللي هي المدة بدلا عن المضاف اليه اللي هي مدة المسح. ما هو لو شلنا الالف واللام في المدة، الالف واللام هنا للعهد، مش كده برضو؟ لو شلناها هجيب مضاف يحل محلها، او المدة المسح. واضح؟ كأن في الاول يقول لك المدة، اي المدة المعهودة المعلومة، اللي هي يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر، بجعل ال بدلا عن المضاف اليه. ولو بقي من مدة المسح ما يسع ركعة فاحرم باكثر من ركعة لم تنعقد صلاته، كما قاله السبكي. يعني انا مدة المسح هتنقضي بعد مدة ركعة، فرحت انا داويت الظهر 4 ركعات، هل تنعقد الصلاة اصلا ثم تبطل، ولا لا تنعقد من بابها؟ يعني هل تنعقد الصلاة فتبطل بعد ركعة؟ فهمت ازاي؟ ولا لا تنعقد من الاصل؟ الفقهاء قعدوا يفكروا في الحتة دي. الامام السبكي قال لا تنعقد، واستوجه الكلام ده الامام الرملي، غيره قال لك تنعقد ثم تبطل، لانه حال نيته كان فيه الشروط الصحيحة. فازاي اقول لا تنعقد يعني؟ طب ما هو متوضي وضوء كام وقال الله اكبر واحرم، ازاي اقول له ان كده باطل؟ ما اقولوش باطل الا لما تبطل، لما يجي الوقت. يعني لو قامت القيامة وهو لسه ما كملش الركعة هياخد ثواب الركعة دي، او مات طب ساكت، واخد بالك ازاي؟ يبقى ايه؟ برئت ذمتي. ما هو هينبني عليها برضو يعني فروع، يعني الحكايه هتنبني عليها فروع، مش سهل. احنا نعرف واحد نوى في صلاه الفجر وهم بيقروا الفاتحه في الركعه الثانيه الراجل طب ساكت مات. فهمت؟ بتحصل، او القيامه قامت، او اي حاجه حصلت. يبقى هل كان هو في صلاة فتبرأ ذمته، ولا لم يكن في صلاة أصلا فلا تبرأ ذمته، لكان الأولى إنه يدخل بوضوء جديد. فهمت المسألة بقى؟ يبقى ما تفتكرش إن خلاف الفقهاء أحيانا يبقى الخلاف ما ينبنيش عليه عمل، ويبقى مجرد بس رياضة ذهنية عشان يمرنك إزاي تفكر، وأحيانا خلاف ينبني عليه فقه ومسألة. فهنا بيقول إيه؟ ولو بقي من مدة المسح ما يسع ركعة فأحرم بأكثر من ركعة
لم تنعقد صلاته كما قاله السبكي واستوجاهه الرمل، وفرق بين هذا وبين من كانت تنكشف عورته في ركوعه بإمكان تصحيح تلك دون هذه. أصل في ناس قالوا طيب افرض هو نوى الصلاة وبعدين انكشفت عورته في أثناء الصلاة، بطلت صلاة؟ طب ما أي واحد بينوي في الصلاة في احتمال أن عورته تنكشف، يبقى ولا واحد حتى هيدخل في صلاة كده. فلما يسوع كده قال لا، فقام التاني قال لا، ده التاني ده اللي هو هينوي ووضوءه هينتقد بعد ركعة بسبب انقضاء المدة، مش زي اللي هتنكشف عورته، لأن اللي تنكشف عورته لو بادر بسترها صحت صلاته، إنما هنا ما يقدرش يحلها لو إلا إنه يتحرك ويترك القبلة ويروح يتوضى، يبقى هتبطل. يبقى التاني سهل يسارع، فده قياس مع الفارق، فما اقدرش اقيس دي على دي، فدي مسألة غير دي. فاللي قاسوا على العورة كشف العورة قال لك لا دي ما تتقاس على دي لوجود الفارق. فهمت المسألة؟ وقال الخطيب الشربيني قال لا دي تنعقد، لان هو موفرة في كل الشروط، وضوءه صحيح ولم تنعقد، يبقى صلاته بتنعقد وبعدين نبطلها بعد الركعة، لكن هي الصلاة اللي عملها دي منعقدة صحيح، هو في صلاة وبعدين نبطلها بعد ركعة. فهمت المسألة؟ هيعيد هيعيد في الحالتين. ما انا بقول لك هتفرق لو مات، تبقى عليه الصلاة دي ولا لا، برئت ذمته ولا لا. لو قلنا تنعقد يبقى برئت، ما تنعقدش يبقى ما برئتش. ليه؟ لانه يبقى متجرئ، يبقى كده آثم، لانه بيعمل عبادة فيها له، والتلاعب في العبادة يأثم، واللي قال تنعقد ما رفع عنه الاسم. شفت بقى بينبني عليها حاجات ازاي مهمة؟ يعني ان التجرؤ على العبادة وهو غير متوفرة في الشروط دي كأنه بالظبط بيلهو، قل أبي الله وآياته ورسولي كنتم تستهزئون، ما يليقش. فهمت ازاي؟ لكن اللي يقول لك تنعقد يبقى هو ما عندوش الاستهزاء ده، يبقى ما عندوش هذا الاثم. فهمت بقى المسألة انها تفرق؟ لكن في الحالتين هو ايه؟ هيعيدها هيعيدها، يعني هو هيعيدها هيعيدها في الحالتين. وقال الخطيب بأنها تنعقد لأنه على طهارة في الحال، وأنا راجل كفقيه بحكم في المسألة في الحال الوقتي، أنا ماليش دعوة بعد لحظة، أنا بعد لحظة ضامنها، أنا ضامن المستقبل، لما يبقى تيجي نبقى نقول له. فهمت؟ ده كلام الخطيب الشربي، كلام وجيه برضه، والتاني كلام وجيه برضه، فشوف أنت نفسك هتمشي في أي وجه. يا أخي يمكن يقول ربنا سبحانه وتعالى يمكن يفرد لي الزمن ويخلي لي في زمن ركعة أصلي 4 ركعات كرام، مش في احتمال عقلي؟ في احتمال عقلي ولا ما فيش؟ في احتمال عقلي قائم، زي ما ربنا بيطوي للناس إيه؟ يبقى أهل خطوة يطويلوا المكان، في ناس ربنا يفرد لهم الزمان. ما أنا بقول لك هنا بقى، ما هو زمن ركعة المعتاد، الزمن المعتاد لركعة اللي هو مثلا دقيقة. لا أصل احنا هنا في الزمن المعتاد اللي يوم وليلة، واخد بالك؟ لكن انت ساعات اليوم وليلة ده عند بعض الناس فيه بركة، يعمل فيه إنجاز انت ما تعملوش في شهر. سيدنا عثمان بن عفان قرأ القرآن كله في ركعة وتر، واستريح شوية نام وصحوا للفجر، يبقى ليلة ايه دي؟ دي ليلة بيضة دي. يعني لو انت قعدت طول الليل من بعد العشاء واقف كده تقرأ من اول الفتح عشان تختم في ركعة واحدة، هيدن عليك الفجر وانت مثلا في سورة حاميم السجدة او حاميم الدخان. فهمت كده؟ على طول وانت واقف كده طول الليل زي الددبان. لكن شوف سيدنا عثمان ربنا فرد له الوقت، فقدر يجيب القرآن كله في ركعة وراح نايم كمان وصحوا لصلاة الفجر. يبقى في يعني الحكاية فيها يعني قابلة فعلشان كده المسألة برضو وجيهة، يعني خلاف وجيه. أنا أميل شخصيا لرأي سيدنا الخطيب الشربين،
ان انا ما اقدرش ابطله وهو متوفره في شروط في الحال، ابطلها بعد ما تنقضي. يعني انا عقلي يميل، طريقه تفكيري تميل لهذا، ولكن في تاني واحد طريقه تفكيره تميل للامام الشوكي، ما هو تفكير وجيه برد، واخد بالك ازاي؟ لان انت المفروض انك انت بتمشي على غلبه الظن مش على حاجه كده، فكلام وجيه هنا وكلام وجيه هنا والحكايه سهله. لكن في الحالتين هنعيد الصلاه، في الحالتين هنعيد الصلاه، نتوضا او نغسل رجلينا ونعيد الصلاه. ما يضرش لا، اصل دي انكشاف العوره ده هو مش مرتب لها ومش عارف لها معاد، وجت عفويه والمدة المسح معلومه لها معاد وهو عارفها، وليه يدخل كده؟ فهمت ازاي؟ فدي قياس مع الفارق. يعني انا بصلي والجلابيه بتاعتي كده واسعه، وفجاه شويه هوا جم راحوا مطيرين الجلابيه، بانت ركبتي، رحت انا منزلها كده على طول. لا انا مرتب الهوا هيجي امتى ولا هتنكشف، بخلاف ان انا داخل صلاه عارف ان انا المده بتاعتي هتنقضي خلاص، فيبقى دي مختلفه عندي. فهمت ازاي؟ لو انكشفت عورته ثم تباطأ في سترها بطلت صلاة لتقصيره. لا لا يعلم، خلاص صلاته صحيحة ولا يعلم. احنا بنتكلم هو علم بانكشاف عورته فتبادر بايه؟ بسترها، صحت صلاته. لكن واحد تاني انكشفت عورته وهو مش عارف مش شايف ومحدش نبهه، بنحكم بصحة صلاته. لكن حد نبهه يبقى عليه الإعادة. زي في ناس كده يجي يوطي يبان ايه؟ يبقى لابس تي شيرت ستومك اللي طالع جديد ده اللي بيلبسه البنات، عارف التي شيرت الستومك ده اللي بيبين سرة البنات زي البنات بتوع السيخ الهنود، ما هو الهندوة كده، الستات الهندوة يحطوا على سرتهم كده حاجة بتلمع ويحبوا يبينوا سرتهم للرجالة. تفهمش ازاي المسلمين ازاي ياخدوها العادة العجيبة دي والموضة العجيبة دي ويسمحوا لبناتهم تمشي في الشوارع كده، حاجة عجيبة. فلو كان الواد من دول لابس تي شيرت ستومك زي بتاع البت اللي في الجامعة دي، وبعدين جاوبت كده هيبان نص ظهره، يبقى حتبان عورته، يبقى كده صلاته باطلة. واخد بقى؟ إلا لو واحد لحقه بملاية. أيوه. احنا عندنا العورة كلها حكمها واحد في الصلاة، عندها حكمها واحد في الصلاة الشافعية، لكن الاحناف ميزوه وخرجوا السرة والركبة. الاحناف قالوا السرة خارجة من العورة والركبة خارجة من العورة، ده الاحناف، يعني ما تحت السرة وما فوق الركبة ده الاحناف. احنا عندنا الركبة والسرة داخلين في العورة الشافعية، والملكية قالوا القبل والدبر والباقي يأسم بظهورها ولا تبطل صلاته. فهمت ازاي؟ يعني فيها خلاف. ايوه يا سيدي. لا ده انت لو بتصلي في اوضه لوحدك ضلمه مطلوب تستر عورتك حتى. طبعا حتى لو في اوضه لوحدك وضلمه، واخد بالك؟ ما هو يجب ستر العوره في الصلاه دي من شروط صحه الصلاه. ولو بتصلي في مكان منغلق عليك مظلم لا يراك احد من يوم وليلة، بيان لمدة المسح وبعروض ما يوجب الغسل، ده سبب ثاني لبطلان المسح، عروض ما يوجب الغسل أي أصالة. موجبات الغسل خروج المني أو الإيلاج اللي هو التقاء الختانين أو الموت أو الحيض أو النفاس أو الولادة. سهلين، ستة حاجات، ثلاثة مشتركة فيها الرجال والنساء والثلاثة خاصة بالنساء. الخاصة بالنساء الحيض والنفاس والولادة ثلاثة، والثلاثة المشتركة الإيلاج اللي هو التقاء الختانين وخروج المني، والثالثة الموت، لأن الستات بيموتوا برضه، يبقى مشترك. وبعروض ما يوجب الغسل أي أصالة، أصالة يعني يوجب الغسل أصلا، فلا يبطل المسح ما يوجبه عروضا. يعني في موجبات الغسل الاصليه اللي هي السته اللي قلناهم، لكن في اشياء، واخد بالك،
تبقى عرضية عليه. زي ايه؟ زي غسل منذور. انا ناذر ان انا اغتسل كل ليلة قبل صلاة العشاء، وجب علي ان انا اغتسل قبل صلاة، لان انا نذرت لله. قلت واحد قال كده لله عليه، وممكن اقول لله علي على سبيل المثال، ولا يتناقض نذرا برضه على سبيل التعليم. يعني مش الشيخ يجي يطلق مراته وقاعد في الدرس كده، ما ينفعش، لانه بيعلم. يعني قال لزوجتي انت طالق، ومراته قاعده تحضر الدرس، ما تطلقش، لانه بيعلم. فهمت ازاي؟ خد بالك من الحته. فواحد قال مثلا لله عليه ان يغتسل غسل قبل صلاة العشاء يوميا، صار هذا الغسل عنده واجب حتى ولو لم يجب عليه الغسل أصالة. فهمت ازاي؟ يبقى في الحالة دي الغسل ده ممكن ايه؟ ما يوجبش انه ايه؟ فبيقول اي أصالة، فلا يبطل المسح ما يوجبه عروضا. فكان مر عليه مدة المسح وجاء وقت الغسل المنذور، فما يبطلش المسح، لان ده مش غسل اصلي. فهمت المساله بقى؟ مش غسل اصلي، دخل عليه الوقت انقضى، واخد بالك ازاي؟ ودخل في وقت الغسل المنذور، يبقى نقول له ما بطلش المسح عندك، ما بطلش، لان ده مش غسل اصلي. واضح؟ او مثلا قال لله علي ان اغتسل لكل جمعه، فصار غسل الجمعه في حقه واجب وفي حق غيره سنه. فهمت ازاي؟ برضه كده يبقى برضه واجب عليه. ايوه اتفضل. لا ينعقد النذر الا باللسان بالصيغه، لكن لو بقلبه ما ينعقدش نذر. لان عهد بينه وبين الله، والعهود تكون باللسان. فلا يبطل المسح ما يوجبه، أي يوجب الغسل عروضا، إذا غسل رجليه في الخف كالغسل المنذور، ومثله الغسل المندوب وإزالة النجاسة عن رجليه إن أمكن غسلهما في الخف، وإلا وجب النزع وبطل المسح. يبقى كل ما يعرض عليه ده ما يبطلش المسح. واخد بالك ازاي؟ ولكن علشان يوفي بنذره يعمل ايه؟ يغسل رجليه وهي جوه الخف، مش شرط يخلعه. يغسل رجليه وهو جوه الخف عشان يوفي بنذره في الغسل، لكن ما يجيبش النذر. واضح؟ كجنابة، أي أو ولادة، يعني موجبات الغسل بقى اللي احنا قلناه، لأن ذلك لا يتكرر تكرر الحدث الأصغر. فيبقى موجب الغسل ده غير متكرر كثيرا، فيبقى ساعتها ما نقول له انزع ما ارهقناهوش، لانه غير متكرر كثير، بخلاف الحدث الاصغر بيتكرر كثير. شوف الانسان يبول كم مره، يطلع منه ريح كم مره، يتبرز كم مره، لكن ايه؟ كم مره بيجنب يصاب بجنابه؟ قليل، مرتين في الاسبوع، ثلاث مرات، مره كل يومين، يعني قليل، فبالتالي لا يصعب عليه النزع. للابس الخف متعلق بعروض، يعني شيء عرض عليه. تتمة. قال في الإحياء، وأنا سيبنا حاجة، وفارق الجبيرة بأن الحاجة ثم أشد. ما قلنالوش في الجبيرة لنزعها، ما قلنالوش ليه في الجبيرة نزعها، لأن الحاجة للجبيرة أشد لأنها لمرض، لكن في الخف ما فيش مرض، أقول له انزعه. والنزع فيها أشق بخلافه هنا في الايه؟ في الخف. للابس الخف متعلق بعروض. تتمة. قال في الإحياء يستحب، مين اللي قال في الإحياء؟ الإمام الغزالي. طيب، يستحب لمن أراد لبس الخف أن ينفضه لئلا يكون فيه حية أو عقرب أو شوكة أو نحو ذلك، لما ورد أنه صلى الله عليه وآله وسلم دعا بخفيه فلبس أحدهما ثم جاء غراب فاحتمل الآخر ورماه فخرجت منه حية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس خفي حتى ينفضهما. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد الحاجة
أبعد المشي. فانطلق ذات يوم لحاجته تحت شجرة، ثم توضأ ولبس أحد خفيه، فجاء طائر أخضر فأخذ الخف الآخر فارتفع به ثم ألقاه، فخرج منه أسود سالح، يعني زي حية كده سوداء. أنا عندي سالح، سالخ، سالح، يمكن سحلية، يعني سحلية سود، أسود سالح يعني سحلية سود، أو ثعبان أسود، بس سالح دي تخلي تفكرك بالسحلية تمشي. كانت هنا، كانت في الحتة دي. ما ساعات السحالي بتاخد لون البيئة اللي هي فيه، في بعض السحالي كده، يعني تروح تلاقي السحلية في الحتة اللي فيها خضرة تلاقيها مخضر، في الأراضي الصحراوية تلاقيها صفرة، واخد بقى، بتاخد لون البيئة من باب يعني إيه الإخفاء، علشان تحمي، ربنا يجعلها يديها حماية كده من اللي بيتربصوا بيها. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى سبحانه. بس برضه تقرمك كده تخوف، يعني حاجة حط رجلك كده في الجزمة وفيها سحلية هتتخض خضة، ده يمكن تصوت وانت راجل كبير كده محترم ودقن قد كده، تصوت تبقى حاجة، فالواحد أحسن ينفضها ويخرج. في عندنا في المستشفيات حاجة اسمها ماكنتوش كده، اللي ايه عارف انت الجزار بيلبس كده الجزمة مراقبة جلد، ففي العمليات فيه البتاع ده بنلبسه يسموه هم ماكنتوش، ما اعرفش جايبينه ليه، انتوا تسموه كوزمك. طيب، فمرة احد الجراحين بيحط رجله طلع فيه صرصار، فالصرصار عمل كده بقى يتنطط، وراجل محترم. فافتكرت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قلت سبحان الله الواحد بعد كده، فقلت له ما تحطش رجلك في حاجه غويطه زي دي الا ما تنفضها الاول. فشوف حديث النبي فيه رحمه، جميل. وبرضه اللي بيلبس الايه الجزمه بتاعت الجيش دي، عارفها مراقبه طويله دي البياده، ويبقى قاعد في صحراء ولا حاجه ممكن تخش فيها برضه اي حاجه، فالاحسن انه نفضها. كل دي رحمات. شوف ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه لفت انتباه النبي في امر يخصه فعممه لأمتي لأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم، وجعله شرع، جعله شرع ليه لمصلحة الايه المشرع له. فأخذ الخف الآخر فارتفع به ثم ألقاه فخرج منه أسود سالح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه كرامة أكرمني الله بها، اللهم إني أعوذ بك من شر ما يمشي على بطنه، ومن شر ما يمشي على رجليه، ومن شر ما يمشي على أربع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ونقف على فصل في التيمم إن شاء الله يوم السبت القادم، ونشكر فضيلة المداح أخونا أسامة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه بمديحه للنبي وبمحبته له، وأن يفتح علينا بسماعنا مديحه وبمداحين النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. وكثير من الأولياء وصل لدرجة الولاية والكمال بمدح النبي بس، يعني ليس لهم كثير عبادة، يعني كل الحكاية انه بيعمل الصلوات العادية الفرائض العادية، لكن هو ايه يعني بيحب يمدح النبي. فناس كثير وصلوا الى درجة الولاية بمديح النبي صلى الله عليه وسلم. جالنا خبر من اخوة من الشام، ناس طيبين مدحين قابلناهم في العمرة اللي فاتت من حلب، فبيقولوا ان شيخهم في المديح اللي علمهم كان بيقول يعني شعر هو ألفه كده ربنا ألقاه على لسانه، إن معناه يعني أنا مش فاكره قوي لأن أنا ما بحفظش الشعر بسهولة، لازم يتكرر كثير حد ما حفظه. فبيقول يعني معنى الكلام اللي قاله إن أعجب لجسد أحب النبي أن تأكله الأرض بعد وفاته. ده كلام يعني ده عايز وحي بقى، فهمت ازاي؟ فهو ربنا ألقى على لسانه معنى هذا، بس قالها شعرا وقالها مديح، وبقى يقولها كتير في مديح البيت ده. بيقول لك الراجل مات وفتحوا قبره بعد عدة سنوات، وجدوا جسده كما هو، جسده كما هو، لم تقترب منه الأرض. فيعني مديح النبي ده باب واسع للإكرام والكرامة والعبادة اللي الناس يعني مش واخدين بالها عنه. يمكن الإمام البصيري ما وصلش
لما وصل إليه من مقام الولاية العالي بما وصل إليه من خلال بردته الشريفة اللي هي مدح النبي فيها، التي صارت بعد ذلك مقياس لكل مديح يمدح به النبي صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عنهم وعن مدحين جميعا لنبينا صلى الله عليه وسلم، وحشرنا وحشرهم في زمرة الحبيب الممدوح صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. جزاكم الله خير.